تلك النار حبست تلك الهرة حبستها لا هي أطعمتها إن حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت تلك الهرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة دخلت النار بسبب تعديلها لتلك الهرة. فكيف بحال أولئك القوم الذين يعذبون تلك الحيوانات مثل هذه المصارعات ومثل هذه المهاترات والمقاتلات التي تكون فيما بين الحيوانات؟ فلا شك أن هذا من المحرمات. جميل. إذا لكن فعلا ما الفائدة من يعني مثل هذه؟ يعني هذه قد لا تكون عندنا موجودة مثلا في أوساطنا، لكن يعني هل هناك يعني فائدة يرجوها أولئك القوم من هذه الألعاب؟ لا، هي مجرد استمتاع بالنظر إلى هذه الحيوانات وهي تتقاتل فيما بينها. نعم. يعني هي متعة في الأذية التي تلحق هذه الحيوانات، ومع الأسف أنها موجودة في بعض أوساط المسلمين. هي ليست موجودة في المنطقة هنا في منطقة ربما في العالم العربي، لكنها مع الأسف موجودة في بعض الدول الإسلامية. جميل. إذا أيضا هناك نوع من الألعاب التي تعتمد على الخداع والتمويه. نعم. نود نتعرف عليها وعلى أمثلة منها ثم ندخل في حكم الشرع لها. نعم. هذا نوع أيضا من الألعاب اللي تسمى الألعاب الخارجية. يعني ألعاب قائمة على أو تعتمد على خفة اليد أو على خفة الحركة. يأتي مثلا بجمرة يعني يراها المشاهد وهي تشتعل نارا وهي حارة جدا ويضعها بفمه، يأتي بأوراق يعدها أمام المشاهد ثم يدخل بعضا منها فيرى أن بعض هذه الأوراق مكتفية، يقوم بحركات يسمونها حركات البهلوانية، أحيانا يعني يكون في الجهة اليمنى وأحيانا يكون في الجهة اليسرى وبلحظة واحدة ينتقل من جهة إلى جهة، يقوم بحركات يعني يكون فيها شيء من الغرابة والتعجب بالنسبة للمشاهدين. هذه تسمى ألعاب الخداع والتمويه. وهذه الألعاب لا تخلو إما أن تكون معتمدة على السحر، على سحر هؤلاء المشاهدين، فلا شك أن هذه الألعاب من المحرمات بل هي من كبائر الذنوب، لا يجوز للشخص أن يلعب بها أو أن يقدمها للآخرين، ولا يجوز للشخص أيضا أن يشاهدها لأن مجرد حضورها أيضا يعد معصية. لكن مشاهدتها عن طريق التلفاز، حتى عن طريق التلفاز لا تجوز إذا كانت هذه الألعاب قائمة على سحر الأعين أعين المشاهدين، فإنها لا تجوز لأن هذا من حضور المنكر. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا في من سأل الكاهن والعراف فصدقه، ومن لم يصدق أيضا يناله حظه من الإثم. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومثل الكاهن والعراف مثلهم أيضا الساحر، لأن هؤلاء يعتمدون على تقرب للشياطين واستعانة بهم، فلا يجوز الحضور مثل هذه المنكرات. ومع الأسف أن يوجد في بعض المنتجهات أو في بعض الأماكن أماكن الترفيه في غير هذه البلاد في بلدان متعددة يوجد أناس من هؤلاء السحرة ويحصر كلهم جمهور من المشاهدين ينظرون إلى حركاتهم هذا، وهي كلها في الحقيقة سحر وشعوذة. فمثل هذه الألعاب لا يجوز حضورها ولا تجوز ممارستها. وهل ألعاب التمويه والخداع كلها تكون في السحر؟ نعم. بعض لا، هو الحقيقة بعضها قد لا يكون كذلك، وهذا هو الشق الثاني. نعم. من هذه الألعاب ما كان منها قائمة على خفة الحركة. نعم. خفة حركة اليد والسرعة في الحركة، فهذا ليس كالأول لا ينهى عنه، ولكن ينبغي الحذر منه لأن الناظر إليه أحيانا الذي يشاهد مثل هذه الألعاب لا يستطيع أن يميز. نعم. ما يعرف هل اللاعب الآن يستعين بلعبه هذا بخفة اليد أم أنه يستعين به بالسحر ونحو ذلك. فإذا ثبت على الشخص الأمر فلا يحضر مثل هذه الألعاب خشية من الوقوع في المعصية. جميل جدا. ننطلق من هذا إلى ما يسمى بألعاب المنتزهات الترفيهية. نعم. وهي منتشرة في أماكن كثيرة، يعني قد تكون فيها ألعاب معينة خاصة بالرجال أو خاصة بالنساء. ما يعني كيفية هذه الألعاب وما هي هذه الألعاب في المنتزهات التي نشاهدها أو يشاهدها الآخرين؟ أيضا ما حكمها الشرعي؟ نعم. ألعاب المنتزهات الترفيهية هي
ما يسمى في بعض الأوساط بالملاهي، أماكن معدة لتكون فيها يعني ألعاب متعددة، اللعب في كل لعبة يكون برسوم معينة، وأحيانا يكون هناك رسوم يعني رسوم ثابتة لجميع للدخول لجميع المنتزه. بمعنى إذا دخلت يلعب بما يعني يدفع مثلا 100 ريال للدخول للمنتزه وله أن يلعب بما شاء من هذه الألعاب، أو يجعل لكل لعبة من هذه الألعاب رسوما خاصة بها. تتنوع هذه الألعاب، بعضها تكون ألعاب بركوب سيارات وقيادتها، بعضها يكون بقطارات، وبعضها يكون ب يعني مركبات يقوم تدور به في الفضاء، بعضها يكون يعتمد على التخويف، تخويف الراكب، نعم الرعب، نعم بعضها قد يكون فيه يعني يعتمد على المناظر يعني التي تجذب المشاهدين وغير ذلك. فهي أنواع متعددة وكثيرة، لكنها في الغالب تكون في المنتزهات وفي أماكن يعني يحضرها الرجال والنساء والأطفال، وبعضها تكون للكبار وبعضها تكون للصغار. هذه المنتزهات نطبق عليها القاعدة العامة التي سبقت الإشارة إليها في الألعاب، الأصل فيها الإباحة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية السابقة. لكن يجب التوكيد هنا على نقطة مهمة، وهي أنه إذا اشتمل المنتزه على منكرات فلا يجوز للشخص أن يحضر هذه المنكرات، وإن لم يكن سيباشر هذه المنكرات. ومن المنكرات التي تكثر في مثل هذه المنتزهات الاختلاط، قد يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ففي هذه الحال لا يجوز حضور مثل هذا الاختلاط. أحيانا قد تحفر يعني في مثل هذه المنتزهات المختلطة تركب المرأة في لعبة من الألعاب يكون فيها شيء من التخويف وبث الرعب، وتجد صوتها وهي تصرخ، نعم، وربما تتكشف بعض عورتها أمام الرجال الأجانب. مثل هذا منكر، ومنكر عظيم، فلا يجوز للشخص أن يحضر، ولا يجوز أن يمكن ابنته أو يعني من تحضر معه في أن تلعب مثل هذه الألعاب التي تكون فيها عرضة في التكشف. فمثل هذه المنكرات لا يجوز لشخص أن يرتضيها أو أن يقبل بها. قد يكون هناك في بعض هذه المنتزهات منكرات أخرى مثل الأغاني والموسيقى، قد تكون هذه الموسيقى تعج في جميع أرجاء المنتزه. فمثل هذه المنكرات لا يجوز، أو مثل هذه المنتزهات لا يجوز حضورها. والله سبحانه وتعالى قد نهانا في كتابه أن نحضر إلى المكان الذي فيه شيء من المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأخبر الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني اللغو هو الساقط من الأقوال والأفعال، وهذا يشمل كل المعاصي. فهؤلاء عباد الله المتقون إذا مروا بشيء من هذه المنكرات أو المعاصي يمرون مرور الكرام، لا يبقون يجاورون هذه المعاصي ويرتبون البقاء عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هناك الآن منتزهات يعني خاصة بالرجال وخاصة بالنساء، حكم دخول المرأة لمنتزهات الخاصة بالنساء وأيضا واللعب في هذا الأمر. أنا أعلم أنك ذكرت جزء من هذا كثير، لكن نريد أن نستوضح أكثر في هذا الأمر. إذا كان المنتزه خاصا بالنساء والألعاب التي تلعب بها المرأة لا يحضرها رجال أجانب ولا يستمع إليها رجال الأجانب ولا يشاهدها أيضا أحد من الرجال الأجانب، فلا بأس أن تحضر وأن تدخل هذه المنتزهات. وكذلك إذا كان هناك منتزهات خاصة بالرجال فلهم أن يلعبوا بتلك الألعاب الخاصة بهم. إذا كانت المنتزهات مختلطة فيها رجال ونساء، فهنا إذا كانت لكل شخص مكان يعني معزول وبعيد عن الآخرين بحيث أنه لا يعني يكون هناك يعني اختلاط فيما بين العوائل، ولا يكون هناك أيضا يعني لا تمكن النساء مثلا من أن تلعب بألعاب تكون بحضرة الرجال الأجانب، تكون ألعاب مكشوفة، فمثل هذه المنتزهات لا بأس بحضورها. لكن إذا كان في المنتزه مثلا الرجال مع النساء يلعبون جميعا باللعبة الواحدة، أو مثلا النساء يلعبن باللعبة الواحدة ويخرج صياحهن وأصواتهن وربما يتكشف شيء من جسدهن أمام الرجال الأجانب، فهذا في الحقيقة هذا المنتزه اشتمل على منكر، فلا يجوز حضور مثل هذه المنتزهات. حكم الاستثمار في هذه المنتزهات
يعني الآن نشاهد مع الأسف كثير من المنتزهات يعني في العالم عموما وفي العالم الإسلامي وأيضا في بعض المناطق في الخليج تكون الاستثمار فيها أحيانا إما تكون مختلطة أو يكون فيها شيء من الموسيقى أو تحتوي على شيء من المحرم، لكن رجال يعني الأعمال المسلمين الذين يعتزون بإسلامهم حكم استثمارهم في مثل هذه المنتزهات؟ هو الاستثمار في المنتزهات عموما مطلوب، لكن يجب على من استثمر في شيء من هذه المنتزهات أن يراعي الضوابط الشرعية ألا يمكن المتنزهين في هذه المنتزهات من الاختلاط، يعني يجعل ألعاب خاصة بالرجال والشباب وألعاب خاصة بالفتيات، لا يجعل الألعاب مشتركة فيما بينهم، الشباب والفتيات يلعبون في نفس البعض قد يظن أنه يكفي للحد من هذا الأمر، يعني منع الاختلاط، أنه مثلا اللعبة الواحدة يلعب بها الشباب ويلعب بها الفتيات، لكن تكون دورة للشباب ودورة للفتيات، هذا الحقيقة يعني لم يقضي على المفسدة، لأن الفتاة عندما تلعب بهذه اللعبة ربما تكون مركبة تطير بها في الهواء، يعني تتكشف، يتكشف شيء من شيقانها، يتكشف شيء من ذراعيها، يتكشف شيء من جسدها، والشباب ينظرون إليها وهم في الأرض، فهذا في الحقيقة من المنكر الذي لا يجوز الاستثمار فيه، ويجب على مالك هذا المنتزه أن يقضي على هذه المنكرات. هذا يقودنا إلى الحكم الرياضة النسائية، ما الأصل فيها؟ تحدث الشيخ أنه هذا خاص بالنساء وهذا خاص بالرجال، الرياضة النسائية عموما لو دخلنا في مسألة الرياضة والألعاب ما الأصل فيها؟ رياضة النساء كرياضة الرجال، يعني المرأة لها أن تمارس الرياضة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة رضي الله عنها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ركدني اللحم، يعني لما كبرت رضي الله عنها قالت سابقني فسبقني ثم فقال هذه بتلك، لكن رياضة النساء قد تتخذ ذريعة للوصول إلى مآرب، البعض الذين ينادون برياضة النساء وفتح مجال للمرأة للرياضة هم في الحقيقة كثير منهم يريد أن يصل بهذه القضية، من هذه القضية أن يصل من حقه مآرب في نفسه لا يبديها، من حيث تحرير المرأة وإخراجها عن بيتها ونزعها لحجابها ونزعها لحشمتها، لكن هذا يقول ضعوا نادي رياضي خاص بالنساء. نحن نقول المرأة لها حق الرياضة كما أن الرجل له حق الرياضة، وفي الرياضة في رياضة المرأة فوائد، كما أن في الرياضة عموما فوائد للمرأة وللرجل، رياضة المرأة يجب أن يراعى فيها الضوابط السابقة التي أشرنا إليها في الألعاب عموما، بالإضافة إلى ضوابط خاصة برياضة المرأة، أول هذه الضوابط أن تكون رياضة المرأة بعيدة عن الرجال الأجانب، لا تكون بحضرة الرجال الأجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب فلا يجوز أن تمارس المرأة رياضتها أمامهم، لأنها ستبدي حركات وربما تركض وربما تحرك ذراعيها ورجليها والرجال الأجانب يطلعون إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسابق عائشة في القصة السابقة جعل الجيش يتقدم، كانوا هم في قافلين من إحدى الغزوات، فتقدم الجيش وبقي هو عليه الصلاة والسلام وعائشة فتسابق، يعني لما ابتعد القوم وابتعدت الأعين سابقها عليه الصلاة والسلام، فكذلك نقول المرأة يعني هناك وسائل متعددة لها لأن تمارس الرياضة داخل بيتها، هناك الأجهزة الرياضية، هذه العجلة، ألعاب العجلة والسير الكهربائي وغيرها داخل المنزل إذا كان في أماكن يعني مغلقة لا يطلع عليها الرجال الأجانب، فهذا فيه مجال لأن تمارس فيه الرياضة. أيضا ضابط آخر وهو أن تلتزم باللباس المشروع، أن تلتزم في رياضتها باللباس المشروع، واللباس المشروع لا يقتصر فقط في لبسها أمام الرجال الأجانب بل حتى أمام النساء الأخريات، لو كانت تمارس الرياضة وبحضرتها مثلا بعض النسوة لا يجوز أن تلبس مثلا ما يسمى باللباس الرياضي اللي هو البنطال الضيق هذا، أو اللباس الذي يبدي تقاطيع جسدها، لأن المرأة مأمورة بأن تلبس اللباس الواسع الفضفاض، فمثل هذا اللباس تمنع منه. كذلك هناك ضابط مهم وهو ألا تلعب بالألعاب الخاصة بالرجال أو التي تعد في العرف من ألعاب الرجال، لأن هذا من التشبه
والمرأة منهية عن التشبه بالرجل كما أن الرجل منهي عن التشبه بالمرأة. فمثلا هناك ألعاب هي في الحقيقة من ألعاب الرجال وليست من ألعاب النساء، مثل لعبة كرة القدم هذه معروف أنها رجال، وهي يعني حتى في ممارستها لا يعني لا تمارس في الوجه المعتاد المناسب إلا للرجل، يعني هي تحتاج إلى قفز وركل للكرة وجري سريع واحتكاك فيما بين اللاعبين. مثل هذا اللعب يعني لا يكون للمرأة، أن المرأة يعني بخلقتها وجبلتها لا تتمكن من هذه الحركات التي يقوم بها الرجل. الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن للمرأة خصائصها وصفاتها كما أن للرجل خصائصه وصفاته، وليس الذكر كالأنثى. فاللعب الذي يكون للرجل لا يكون للمرأة. فالذين يطالبون أن يكون هناك أندية رياضية للمرأة لتمارس المرأة مثلا كرة القدم، هو في حقيقة يطالبون المرأة بأن تلعب بلعبة ليست من جبلتها وليست من الأشياء المرغبة لها، لأن هناك ألعاب خاصة بالمرأة وهناك وسائل الترفيه والتسلية يعني تختص بالمرأة، يعني لا تناسب يعني جبلة ورغبة الرجل، كما أن هناك ألعاب خاصة بالرجل لا تناسب طبيعة المرأة وجبلتها. إذا جئنا مثلا ركوب الخيل، ركوب الخيل هذا أيضا يعني الألعاب الخاصة في الرجال، لأن المرأة إذا ركبت الخيل هذا يؤدي إلى الإضرار بها وربما يكون له تبعات متعددة عليها. حمل الأثقال هذا من الألعاب الخاصة بالرجال. فلذلك دائما في الألعاب المسلية هذه يميز ما كان منها خاصا بالرجال وما كان منها خاصا من الذي يميز العرف، والذي يعني يرجع في ذلك إلى العرف ويرجع في ذلك إلى صفات المرأة وصفات الجنسين وجبلتهما. يعني اللعب الذي يحتاج إلى قفز وركل واحتكاك على يكون بالرجال، أما اللعب الذي ليس فيه شيء من ذلك وإنما هو مثلا ممارسة المشي مثلا تمشي أو مثلا تجري جريا يعني في مكان معزول، مثل هذا اللعب لا يعني يتعارض مع صفة المرأة وجبلتها، فهذا لا يعد من التشبه في الرجال. لكن ما المغزى من طرح أولئك القوم للرياضة النسائية وجعل أندية أو جعل مادة الرياضة مثلا عند البنات أو غيرها؟ هل لهم مغزى من ذلك؟ هل هو حرصا على المرأة؟ هو في الحقيقة يعني مثل ما قلت قبل قليل، يعني هذه القضية يراد منها أن تكون ذريعة لقضايا أوسع تتعلق بالمرأة، يراد منها إخراج المرأة، يراد منها أن تبدأ المرأة تلبس يعني ندخل مادة الرياضة البدنية في المدارس، يعني حتى تبدأ المرأة تلبس اللباس، تلبس البنطال أمام الأخريات البنطال الضيق، وهكذا تعتاد المرأة على مثل هذا اللباس، ويعني فيما بعد قد تحتاج إلى تدريب، ويمكنها أيضا من الخروج إلى البيت، من الخروج من البيت يعني في أوقات متكررة، لأنه إذا كان هناك أندية رياضية فيحتاج إلى أن تتردد على ذلك النادي تنزع لباسها خارج بيتها. فهناك الحقيقة محاذير متعددة، يعني هي تراكمات، يعني القضية ليست أن المرأة ستمارس هذه الرياضة في مكان معزول، لا، سيكون في مكان خارج البيت وتكون عرضة للاحتكاك والاختلاط بالرجال الأجانب. يعني تبدأ المرأة يعني تتساهل في أمر حجابها وفي عباءتها وفي سترها الذي أمر الله تعالى به. ولذلك نقول الألعاب النسائية أو رياضة النساء تكون من ضمن الألعاب الداخلية وليس من الألعاب الخارجية، تحرص المرأة على أن تكون ألعابها داخل بيتها، حتى لأن اللعب خارج البيت يؤدي إلى عدد من المحاذير، من بينها نزع خلع ثيابها في غير بيتها، وهذا جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، وأيضا كون اللعب خارج البيت هذا يؤدي إلى كثرة خروجها من البيت لغير حاجة. والله سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين ونساء المؤمنات لهن في ذلك تبع، أمرهن بالقرار في بيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الألعاب يعني هل من الممكن أن اللاعب فيها والذي يعني يمارسها ممكن أن يتخذها قربا إلى الله عز وجل؟ يعني بعد أن استعرضنا هذه الألعاب، الحقيقة ألعاب متعددة، ألعاب خارجية وألعاب داخلية، ألعاب للكبار وألعاب للصغار وألعاب للشباب وألعاب للفتيات، ألعاب فيها شيء من المغامرة وألعاب ليس فيها شيء من ذلك، هذه الألعاب حقيقة كما أصلنا من قبل الأصل فيه في الإباحة، لكن هنا نقطة مهمة جدا تفضلت بها الشيخ تركي، أن هذه الألعاب من الممكن أن تجعل
قربة إلى الله تعالى. جيد. أن يجعلها الشخص قربة له إلى ربه، ويكون ذلك بعدة طرق، منها أن يتقوى بهذه الألعاب على طاعة الله تعالى. يعني من المعلوم أن اللعب يعيد النشاط إلى النفس، فإذا احتسب أنه في لعبه هذا إذا مارس الرياضة مثلا أو الجري ونحو ذلك أنه بإذن الله يتقوى على الطاعة، فهذا مما يؤجر عليه. أيضا أمر آخر، إذا نوى بلعبه هذا اللعب المباح الاستمتاع بما أباحه الله تعالى، فهذا أيضا مما يؤجر عليه، لأن الله تعالى قد جعل لنا الطيبات حلال لنا وهي خالصة للمؤمنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له فيها أجرا. فكذلك الشخص الذي يمارس هذه الألعاب مستمتعا بما أباحه الله تعالى له، هذا مما يؤجر عليه، لأنه لو ارتكب شيء مارس لعبة محرمة فإنه يأثم، فكذلك إذا مارس لعبة مباحة فإنه يؤجر عليه. كذلك يعني مما يجعل هذه الألعاب وسيلة القربة إلى الله تعالى، إذا قصد من هذا اللعب الحصول على الفوائد والآثار المترتبة على اللعب المباح، لأن هناك فوائد متعددة وكثيرة لهذه الألعاب المباح، منها يعني فوائد بدنية تعود على البدن، يعني تقليل أو القضاء على كثير من الأمراض التي تصيب البدن، القضاء على السمنة التي تلحق الشخص. يعني هناك أيضا فوائد نفسية، يعني تعيد للنفس نشاطها وتجدد الروح فيها، وأيضا يعني كثير من الأمراض النفسية تخف وتقل إذا مارس الشخص الرياضة، وهذا بشهادة أهل الخبرة. هناك أيضا فوائد اجتماعية للشخص، لا سيما إذا كان الأب أو الأم أو نقول الوالدان جميعا سيمارس هذه الرياضة مع أبنائهما، يلعبان مثلا في داخل المنزل مع الأبناء والبنات، فهذا في الحقيقة فيه فوائد تربوية للأسرة. أيضا إذا كان هناك اجتماعات عائلية وتجعل بعض الألعاب المسلية فيما بين المجتمعين لأجل نجعل كلفة فيما بينهم، هذا أيضا فيه فوائد اجتماعية. فالشخص إذا قصد من هذه الألعاب تحقيق مثل هذه الأهداف فهذا مما يؤجر عليه بإذن الله تعالى. أيضا فيه فوائد تربوية، يعني مثل العرائس، لما تكلمنا عن العرائس التي تلعب بها البنات أو الصغيرات، يعني إذا حاولت الأم أو الأب يعني أن يغرسوا في نفوس الأطفال شيئا من المعاني التربوية السامية عن طريق هذه الألعاب، فهذا أيضا مما يؤجرون عليه. شيخ يوسف، يعني في هذه الثلاث حلقات حول الألعاب المسلية الروابط وأحكام، حاولنا أن يعني نأخذ مجمل هذه الألعاب التي يحتاجها الأخ المشاهد، فشكر الله لكم. شكر الله لكم وبارك فيكم.